اتكلم عن تكوين المعادلة التربيعية متى علم جذرها. فبقول لي لو فرض عندي ان في عندي لام وميم دول هما جذري المعادلة، فانا عندي المعادلة عندي كانت بتقول لي ايه؟ فاكرين ان الف س تربيع زائد باء س زائد ج كانت بتساوي صفر. هطلع على طول المعادلة منها ايه؟ ان الس تربيع ناقص مجموع جذرين في س زائد حاصل ضرب الجذرين. ده لو انا عايز اطلع المعادله، هو ده المعادله. هيجي يقول لي بقى مثال، يقول لي كون المعادله اللي جذرها 2 و3. هقوم قايل له ان مجموع الجذرين هيساوي 2 زائد 3 هيساوي كام؟ 5. اجيب كمان حاصل ضرب الجذرين هيساوي ايه؟ 2 في 3 اللي هتساوي عندي كام؟ 6. اذا المعادله على طول هقول المعادله هتساوي ايه؟ المعادلة هي س تربيع ناقص زائد مجموع الجذرين اللي هو زائد 5 س زائد حاصل ضرب الجذرين اللي هي 6 بتساوي 0. تمام. نشوف مثال تاني، بيقول لي كون المعادلة اللي جذرها سالب 3 وسالب 5. طيب هقول ان مجموع الجذرين سالب 3 زائد سالب 5 يبقى سالب 8، وكمان عندي حاصل ضرب الجذرين اللي هو سالب 3 سالب 5 تطلع عندي بسالب 15. اقول على طول اذا المعادلة هي س تربيع مجموع الجذرين اللي هو سالب 8 س حاصل ضرب الجذرين اللي هو سالب 15 س، يبقى سالب 15 بيساوي 0. طيب شوف مثال تاني، بيقول لي كون المعادلة اللي جذرها 3 زائد جذر 2 و3 ناقص جذر 2. طيب هجيب برضك مجموع الجذرين وحاصل ضرب الجذرين. فأنا عندي مجموع الجذرين اللي هو 3 زائد جذر 2 زائد 3 ناقص جذر 2، ده هتروح مع دي يبقى لي 3 و3 يبقى لي 6. طيب حاصل ضربهم طيب كان الأول تربيع زائد التاني تربيع اللي هو 9 زائد 2 تطلع عندي بكام؟ ده سالب، لا ده سالب 2، سالب 2، سالب 2 أنا آسف، ده بتطلع عندي بـ7. إذا على طول هقول إن المعادلة هي س تربيع زائد 6 س ناقص زائد 7 بتساوي 0، وده شكل المعادلة. شوف سؤال تاني، بيقول لي كون المعادلة اللي جذرها سالب 3 تاء و3 تاء. برضك هجيب مجموع جذرين وحاصل ضرب الجذرين. مجموع الجذرين عندي بكام؟ سالب 3 تاء زائد 3 تاء هتطلع عندي بكام؟ بصفر. حاصل ضربهم سالب 3 تاء في 3 تاء هتطلع عندي بكام؟ سالب 9 تاء تربيع، وانا عندي تاء تربيع بسالب 1 هتطلع عندي في الاخر ب9. اذا المعادلة على طول هتساوي ايه؟ س تربيع زائد صفر س اللي انا مش هكتبها زائد 9 بتساوي صفر، وده كان المعادلة. شوف سؤال تاني، بقول لي كون المعادلة اللي جذرها 2 على تاء و2 زائد 2 تاء على 1 ناقص تاء. لو لاحظت عندي هنا ان الجذرين عندهم في ان عندي في الجذرين هنا في كسر، لازما اعمل تبسيط، يجب تبسيط الكسر. عندي اول واحد ده اللي هو 2 على تاء، ده هبسطه ازاي؟ هضرب في المرافق بتاعه اللي هو سالب تاء في سالب تاء، يطلع في الاخر سالب 2 تاء على تاء تربيع. تاء تربيع ده اللي هو بسالب 1 سالب 2 تاء على سالب 1، لا تطلع في الاخر عندي بكام؟ بكام؟ بسالب سالب تاء تربيع، لا تطلع عندي في الاخر بايه؟ بسالب 2 تاء. طيب نشوف التانية اللي هي 2 زائد 2 تاء على 1 ناقص تاء. طيب افكها ازاي؟ اللي ضربه في المرافق، بضرب في المرافق بتاع المقام، يبقى 2 زائد 2 تاء على 1 ناقص تاء، أضربها في 1 زائد تاء على 1 زائد تاء، يبقى الكلام ده عندي هيساوي اللي تحت ده يبقى 1 ناقص تاء تربيع اللي هي تبقى زائد 1، وده يبقى 2 زائد 2 تاء ناقص 2 تاء ناقص 2، ده هتروح مع دي، ودي 2 زائد 2 يبقى لي هنا 4 تاء على 2 يطلع في الآخر 2 تاء. إذا عندي مجموع جذرين، مجموع الجذرين ازاي؟ سالب 2 تاء زائد 2 تاء هتطلع عندي بكام؟ بصفر. هجيب حاصل ضرب الجذرين
سالب اتنين تاء في اتنين تاء اللي هتطلع بسالب أربعة تاء تربيع، اللي هتطلع بسالب أربعة في سالب واحد اللي هي عندي بأربعة. إذا عندي على طول أقول المعادلة عندي إيه هي؟ هي س تربيع مجموع الجذرين اللي هو زائد صفر س، مش هكتبها، زائد أربعة بتساوي صفر. وده كان شكل المعادلة. تعال نرجع كده ورا بالزمن ورا شوية، لو احنا فاكرين طريقة فك س تربيع زائد م تربيع كنت بفكها ازاي؟ ممكن انا كنت افكها بس زائد م بكل تربيع ناقص 2 لام م. عاوز الكلام ده فيما بعد في المسائل. نفس الكلام لو عايز بقى اجيب لام ناقص م بكل تربيع كنت بفكها ازاي؟ بلام زائد م بكل تربيع ناقص 4 لام م. كمان لو عندي لام تربيع م تربيع ممكن اخليها على صورة لام م كل اس 2. طب لو عندي بقى لام اس 3 في م زائد م اس 3، فكها القوس صغير وقوس كبير زي ما احنا بنفكها عادي، اللي هو لام زائد م الاولاني تربيع ناقص الاول في التاني اللي هي لام ميم زائد الاخير تربيع. لو احنا لاحظنا بقى عندي ايه، لو جبت ده اهو مع ده اهو اللي هو لام زائد ميم، ده هيجي ده مع ده اللي هو لام تربيع زائد ميم تربيع ناقص لام ميم، يبقى الكلام ده عندي هيساوي ايه لو احنا ركزنا شوية؟ يبقى هيساوي عندي لام ناقص لام زائد ميم في ايه، في لام زائد ميم كل تربيع ناقص لام ميم. تمام. طيب ناقص 3، لأن الكلام ده هيبقى ايه ده، هو كان بيساوي ايه، كان بيساوي لام زائد ميم كل تربيع ناقص 2 لام ميم، ناقص 2 لام ميم ناقص لام ميم بيطلع عندي بسالب 3 لام ميم. ده في حالة مجموع مكعبين. طب لو أنا عايز أجيب مطرحهم، لو احنا فاكرين كنا بنفك القوس صغير وقوس كبير، لا لام ناقص ميم الاول تربيع الاخير تربيع زائد الاول في ناقص الاول في الثاني اللي هي سالب سالب بتبقى موجب. وبعد كده هفك هقرب دول من بعض احطهم ورا بعض، بعد كده هفكهم اهو هيطلع بكام، بسالب لام ميم. تمام. طيب يبقى لو عندي واحد على لام زائد واحد على ميم هيطلع لي بلام ميم اللي هي لام زائد ميم. طب لو عندي ميم على لام زائد لام على ميم، لو احط المقامات بلام ميم يبقى لي ميم تربيع زائد لام تربيع، يبقى اللام زائد ميم هتنزل زي تبقى زي ما هي، وده انا كنت بفك كل لام زائد ميم كل تربيع ناقص 2 لام ميم.